ترانكيلا. رجعنا لكم في ترانكيلا 27 دقيقة على راديو ميد. مازلنا قاعدين نغطيو في آخر الأخبار. باش تحب نبداو نمشيو للأخبار الجديدة. نبداو بالكيف أو الأخبار الكيف وين تم إصدار صحيح والله علي وليت عرمش تفهمني إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق معتمد قلعة سنين. دونك اليوم نهار الأربعاء قاضي تحقيق بمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالكيف أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق معتمد قلعة سنين سنين ولا قلعة سنين مانيش غلط من ولاية الكيف وشخص آخر من أجل تدخل في مسالك التوزيع والاحتكار. نحكيو عن معتمد دخل في الاحتكار. وزارة النيابة العمومية بالمحكمة مذكورة البارح زادة بطاقة إيقاف في حق زوز هدوما وين تم فتح محضر في الغارة لدى فرقة الأبحاث والتفتيش من الحرس الوطني بتجروين. دونك اليوم مش أول حادثة كما هذه نشوفوها في الجمهورية. الاحتكار انقسيو من البغيل هذه كل بس المو في الماسك وفي الكمامات وغيرها في المواد الغذائية كما سميد وفارينة وكل وهوني بخاتيك ما نحكي سميد وفارينة زادة. اليوم نلقاو مسؤولين يحتكروا أي هو برتبة معتمد ثم اللي زاد عندهم شبهات. البارح كان ثم تقرير الهيئة الوطنية مكافحة الفساد زاد ذكرت شبهات بالنسبة للعمد والمعتمدين زاد في عدة مناطق أخرى من الجمهورية. لهنا بالنسبة للمعتمد قلعة سنين طبق القانون هو كان تمت إقالته قبل معناتها وتوا طبق عليه القانون وهذاك اللي نحبوه احنا في البلاد نحبوا القانون يتطبق وحتى حد معناتها اللي يحس روحه عنده سلطة أو ينجم معناتها لا يطبق عليه القانون خاطر فقط عنده سلطة وخاطر فقط معناتها هو عنده منصب في الدولة يتمتع بامتيازات معينة وعلاقات وكذا واحد يقول لك أنا ما يكلمونيش وما ينجم يتعرض لحد ونعمل نحب في البلاد سلطة. لا البلاد هذه بلاد قانون وهذيك علاش نحبوها احنا تكون بلاد قانون باش نقصوا من الحكاية هذه. وبالنسبة معناتها الجراءة متاع الاحتكار والله في هي تبقى جريمة كلك سواء في وقت وباء ولا خارج أوقات الوباء معناتها حتى قبل ما جينا الكورونا هذية وحتى بعد ما تمشي الكورونا يلزم دولة تونسية تبقى تحارب في المحتكرين والفساد اللي موجودين في البلاد بنفس الطريقة أكيد. وبنفس يعني الصرامة والقوة في تطبيق القانون باش نجموا احنا نقتلعوهم من بلادنا وتنظاف تولي مسالك توزيع عادية تولي ومادو مدعومة راو سميد وغيره وفارينة معناتها مسائل حياتية ما تهم المواطن غذاء المواطن والغذاء المواطن من الأمن القومي اليوم كيف وكما صحة المواطن يعني لهنا أنا مع تطبيق القانون وتطبيق القانون بشدة وما فيه حتى مراعاة والقانون واضح هو نص مكتوب يحاكم معناتها ويعاقب عليه بالعقوبة اللي يلزمها تكون وكها وتوا بالنسبة للمعتمد هذا يطبق عليه القانون كان عنده استئناف نجم يعمل استئناف في أطرة القانونية دبر الرأس واموره ربي خلص أي وحل أي إنسان موجود في السجن لكن توا على دولة تونسية أنها تمر إلى ما بعد الحكاية هذه راهو عندنا برشا محتكرين مازالوا يدوروا في البلاد عندنا برشا معناتها ناس اليوم تستغل في الصفة نتاعهم تستغل في السلطة نتاعهم تستغل في العلاقات نتاعهم باش تعمل فورتون معناتها تعمل ثروة في وضع استثنائي في ظرف حساس في ظرف ناس ما تنجمش تخرج من الديار وقت اللي يلزم الناس تكون مزودة صحيح. بالتمام والكمال في ديارها. دونك الدولة لهنا في خلينا نقول انا في امامها فرصة باش على الأقل تنجم تزيد تحارب الفساد أكثر فعلا معناتها فعلا وقولا مش قولا دون فعل. باهي احنا مش عطيك كلمة أمين بعد التعليق ما جوز بعد البيب اليوم باش نتعاونوا في حربنا على الكورونا وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا يحطوا على ذمتكم ان ديبيستاج نوميريك. ادخل على www.stopcorona.gov.tn تلقى مجموعة من الأسئلة على أعراض كورونا كان عندك ولا لا وأسئلة أخرى على حالتك الصحية وإذا عندك أمراض مزمنة جاوب بكل دقة على الأسئلة هذم وتنجم تعمروا للي معاك في الدار وفي الأخر ينصحوك شنو تعمل أنت والحالة الصحية متاعك. هذا يعاون برشا باش أنت تتمين على صحتك وينقص الهلواس باش ينقص الضغط على 190 اللي يتلهى كان بالحالات المستعجلة وباش وزارة الصحة تنجم تحدد الحالات المشتبهة فيها والأماكن اللي نجم يكون منتشر فيها المرض وهكا يولي تدخل وزارة الصحة موجه وناجع.
مالا ما تنسيوش ادخلوا على www.stopcorona.gov.tn عمرو بالقدي الكيستيونير سورتو اقعدوا في الدار وهكيك نحميو رواحنا ونحميو غيرنا من الكورونا. حافظ على صحتك. وزارة الصحة. تراكيلا رجعنا لكم في بيب. رجعنا كمان البيب ورجعنا من البيب والله العظيم حاسب بحق حاسب باش نخرج من وين داخل كل ربي عادي على خير بيب ولا بيب عندي انا ضحكه جي مسج ايش هكا دمعه وابتسام شغال زميلنا بي سي دي اي دونك خلينا نمشيو لوزير الشؤون الاجتماعيه نحكيو على ما نتكلمش انا من بعد البيب سامحني وانا نسيت كمين راح نحكيو على عندك لا والله انا حبيت نحكي على حاجه معتمد كان جات الدنيا دنيا راهو يضرب كيفاش يضرب على المصالح نتاع صحيح دوره انه يضرب على المواطن لهم السميد والفرين هو لا يحتكر فيه ولا تغوره صحيح على المواطن ولا هو غير على المواطن هذوما الناس اللي استثقت فيه معناها حطوا معتمد مي فما حاجه اخرى زيد انا ممكن خالف عليه في حاجه نحن ما نتمناوها لحد اكيد السجن وكل شيء اما يا اخي كرة القدم باش ناخذ اكزومبل كرة القدم جوار العادي كي ياخو حمرة ما يلعبش زوز ماتشوات الكابيتان كي ياخو حمرة ما يلعبش أربع ماتشوات أنا ماذا بي هذا يعتبر قدوة المعتمد هذا بي العقوبة ما تكونش كما عقوبة المحتكر العادي خاطر هذا المسؤول كان مسؤول نعاقبوه كما المحتكر العادي عاد على الدنيا السيئة بون يتربطها نصوص قانونية فما نصوص قانونية أنا أعطيت إكزامبل بتاع كرة القدم هو في كرة القدم يقول لك الكابيتان قائد الفريق ما يتعاقبش كما الجوار العادي قائد الفريق في الحمرة ياخذ أربع ماتشوات الجوار العادي ياخذ زوز ماتشوات دونك اخويا ما نتمنولوش نحن السجن اما اخويا وسط روح احنا في تونس كابيتان عنده حسن صحيح ما يتعقبش ما يتعقبش جملة في بال معناه دونك وصل روح وعيب لي عم والله وصل روح بنشوفها ما قبل دوري وصل روح ما نجموش ندافع على انسان ما ندافعش عليه جملة لا اي حتى حد ما نجم يدافع عليه خاطر هذا قانون وهذا قضاء قضاء قال كلمته بتقتدع بالسجن اي كهو معناتها هو له من الحقوق والواجبات كما اي سجين في تونس يستينف واموره ما احنا كي ولا وضعيه لهنا الوضعيه اليوم ما ضربناش على دي باش يمشي يحتكر هو ولا غيره صحيح. واحنا مع اجتثاث اي انسان تخول له نفسه انه يحتكر في البلاد معناتها اجتثاث معناتها نقلعوه معناتها بجذورهم نقصد انا معناتها يلزم يتنحاو من البلاد هذه خاطر راهم قاعدين يزيدوا في نسبه الفقر في البلاد راهو كي تحتكر انت معناتها المواطن يكون باش يشري كيلو سميد ب 700 ولا ب 800 ولا ما نعرفش قداش الكيلو سميد حقيقه ما نعرفش قداش كيلو سميد لا وما تعرفش سومه مثلا توا بسوم الاحتكار سومه 450 كل واحد كيفاش يبيع صحيح 450 يولي يوصل يتباع بدينار وب 1500 على حساب شكون؟ مو على حساب الزوالي معناتها الزوالي اللي كي مش ياخذ ب 1500 3 كيلو يولي ياخذ في كيلو ايه مش تساهمش انت في الجوع وفي الفقر نتاع الناس هاك تساهم فيه بالنسبه لي انا هو هذا يعتبر تعتبر جريمه كبيره في حق الشعب دونك يلزموا يحاكم حكم وهذا اللي نحبوه وكاو في بالك معتمد هو اللي يرجعوا له باش يسند معناتها ويقيد اسماء العائلات المعوزه عائلات اللي تستحق العمدة والعمدة والمعتمد اذا ترجعوا العمد يرجع بالنظر للمعتمد للمعتمد جوستومون هاي العمد يخدموا في يا اخي شو يعمل لهم يحتكرهم مش كل زاد لهم حتى لا ما علي خاطر ديما نحبوا نسبوا احنا لا فما نحبوا نسبوا معتمدين قاعدين يقوموا فما عمد قاعدين معتمدين ونورمالمون جل المعتمدين كما قلناش كلهم معناها بصفة كبيرة برشا قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة بلا واش هذا يحفظ له ويقسم معناها هذا مش يمثل المعتمدين الكل اي انسان اليوم يساهم في انتشار الفساد في البلاد اللي هو ديجا منتشر ويزيد يكمل عليه بالنسبه لي انا يلزم يحاكم وكا حتى ما حد فوق القانون وهذه بدايه نتخلصوا من العباد زوم ان شاء الله الكورونا اللي ما عملتوش الثوره تقريبا باش تعملوا الكورونا ظاهر لي وزير الشؤون الاجتماعيه سي حبيب كشاو اليوم قال لي باش سوف يتم استرجاع المنح التي صرفت لغير مستحقها هذا اعتراف الفم منح
صرفت لغير مستحقها، وانه ذبي سيد الوزير مش يتم استرجاع فقط ويتم محاسبة المسؤولين ولا اي واحد عنده يد باش المنحة ذي توصل لغير مستحقها. خاطر تعرف اللي المنحة وناس كل يعرفوا مش تمشي تدق باب المعتمدية ولا باب بلدية وتاخذ منحة وتخرج، غير مستحقة معناها لباس عليه. ما يندرج ضمن العائلات، ما يسحقش منحة، ما يسحقش منحة برب العالمين. دفع مسؤول عام ونجمش واحد يا ولا عبيد فما معناها 200 انت مانيش الفيديو خذ 200 نفس شركب في كرهبته من النوع الفخ، مش نقول نوع الكهرباء معناتها فهمت مش معناها 200,000 معناها مش معناها ماهمش فلوس برشا وبرشا ناس زوايا ولا يستحقوهم على الاخر 200,000، اما انت لابس عليك وماكش مستحقهم ماشي تاخذ فيهم عليه. هذه اللي حبس لك مخك راه والله تقول لي جاهل تقول لي واعي، هذه عندي انا مرض ما فما سمينا الاسماء الكل، سمينا اللاواعي اللا انسانيه اللا وطنيه اللا كل شيء، هذا مرض انسان مريض ماشي يفك في حق نتاع واحد زوالي 200,000 هكا الزواوله خارجين عباره ملقين صدورهم للكرتوش خارجين معاون هو مو انت تزيد تعاونهم معناه ماشي باش تاخذ 200 تفك للعباد ويلزمهم يتعاقبوا برشا هذوما اللي يفكوا. وانا قلت لك باس المو يرجع لهم المنح ياخذهم معناتها لا هما كي بتبيع المسؤولين فما مسؤولين هون اليوم مهما كانت معناتها حجم هذا المسؤول زي معناها باش يمشي يقول له والله انا غلط راني خذيت ليه حل التحقيق مش نفتحوا تحقيق في اي حاجه احنا باش يعرفوهم كلهم يتعاقبوا تعرفهم ويتعاقبوا ما مشيش خذيها وحده المنحه ومن وراءه خاطر ياسر خاطر ما نصورش وحده في وحده مشى دق الباب خذا اي زي كيفاش نحكي جوست شوف لازم نحكيو في لي ديتايز كيفاش تاخذ هو يقصد ثم قائمات اليوم في عند الوزارة نتاع العائلات المعوزة ومحدودة الدخل غير محينة يعني ثم عائلات كانت مقيدة محدودة الدخل ومعوزة ما عادش معوزة وما عادش محدودة الدخل تفرهدت الأمور لكن بقاوا موجودين وياخذوا. هذا شنو يقصد معناتها هي مشكلة كل مشكلة إدارة اليوم غير محين. علاش أنا كنهار تكلمت وحكيت على معطيات قلت بيانات المواطنين التوانسة ماهيش عند الدولة مش كل عند الدولة، ثم بيانات ومعطيات متاع التوانسة اليوم مش ما تلقاهاش كاملة عند الدولة، ثم ناس اليوم فقراء ما يعرفوهمش وين وما يعرفوش كيفاش يوصلوا لهم وما يعرفوش المدخول نتاعهم قداش يصرفوا في النهار وكيفاش يخدموا كيفاش ياكلوا ما يعرفوش. كيما اليوم الوزير أقر اليوم في لجنة البرلمان أقر قال أنه المعطيات صحيح المعطيات اللي عندنا العائلات محدود الدخل والمعوزة غير محينة بوزارة الشؤون الاجتماعية، هذاك علاش صار لبس ثم ناس اليوم غير مستحقة مشات خذات وهي ما زالت إلى يومنا هذا مقيدة في العائلات المعوزة ومحدود الدخل. ولا دوك قلت وقرب ربي لحظه بتقسيم مش تقصيرات الهفوات اللي ارتكبتها الوزاره وقال رغم المجهودات اللي تقوم فيه بيان سور لكن ارتكبت هفوات وهذا اقروا واعترف به وقال باش نحاولوا ندركوها وان شاء الله ندركوها. اليوم فما ناس مستحقين ما ياخذوش منحره وخذوها ناس اخرين بكرهبها معناها اليوم وقت باش العقليه نتاع الاداره تتبدل. تعرفوا ادارتنا مازلنا نمشي وعنا ارشيف واوراق ونجبدوا دوسيات وتحل نمر صفحه 80 ودرا شنو رانا 2020 معناتها لازم نطبق القانون عقلية تبوس خوك راهي ما عندها وين توصل. وانا راني مانيش باش نحكي حاجه مانيش راني رمي ورود ولا بلغه العامه هزان قف الحكومه الجديده. والله العظيم الحكومه الجديده كما جاتش الكورونا لا نعرف حتى وزير الصحه شكون معناها مش الحكومه هذه راهي مازالت كي شدت معناها كي تقول لي انت تجي تلوم على الحكومه هذه راهو كوميون نتاع اللي قبلهم. علاش علاش جات فرصه تاريخيه باش تصير علاش انا عجبني الريونيون اللي صار بين وزير الصحه ووزراء الصحه السابقين وقتها في اول ما بدا يتفشى وباء الكورونا عبد اللطيف المكي كان لم الوزراء السابقين الكل وكانت جلسه باش يتباحثوا على المستجدات شنو يلزمهم يعمل. هذاك هو اللي يلزم يصير هذاك في كل وزار، وزير الرياضه جديد يلم الوزراء نتاع الرياضه القدم، وزير الداخليه جديد يلم الوزراء نتاع الداخليه القدم. خويا فما باساسيون نحن في تونس اي كملت انا الموندام تاعي سكر الباب اجا اللي من بعده والدوسيه تبقى هي بيدها ولا تحيين في حتى شيء ما عندنا تحيين في حتى شيء في حتى وزاره ما عندنا تحيين. كانت تمشي تدور الوزارات الكل الادارات نتاع الوزارات الكل كان تلقى تحيين في وزارتي مازال نستعملوا في الفاكس. تبجى ربي تو فما دوله مازال هكا البريد والبرق والهاتف هذيك بالحق مازلنا نستعملوا في الفاكس راهو فما عباد ميل مازالت ما تبعثوش
رانا مازلنا نستعمله في الفاكس، معناها راهو حاجه بيزار 2020 دوله مازالت تستعمل في الفاكس. دونك رانا نحن يلزمنا نحينوا برشا حاجات، هو حاجه تجبد حاجه. على ذيك كلمه باهيه برشا قال علي بكري، ظهر لي اللي باش يعملوا الكورونا ما عملتوش الثوره، باش يظهر برشا خور مع حكومه قاعد نشوف فيها قاعده جاتها الفرصه باش تعرف الخور هذا الكل، واسهل باش تعرف الخور وقاعده تحاول صحيح وقاعده تخدم وقاعده تخدم. على ذيك انا قلت رامي وش شيء والله صحيح، وقت اللي انسان يخدم رانا باش نقولوا له تخدم راهو معناتها مش قاعده تخدم، مش وقت سياسه ومش وقت ادلجه وغيره، معناتها انسان قاعدين يخدموا قاعدين يحاولوا بمجهود، ثم اخطاء لكن يلزمهم يصلحوا يداركوا. باهي نمشيو لايطاليا نعملوا طالع لجاليتنا التونسيه في ايطاليا. دونك للأسف لما فما وفيات في صفوف الجالية التونسية المقيمين بإيطاليا جراء فيروس الكورونا، تم تسجيل 6 وفيات و40 إصابة مؤكدة، هذا من اللي بدأ الوباء في إيطاليا. دونك تم أعلن من السلطات القنصلية بهم أكيد، وهذا حسب تصريح السفير تونس بإيطاليا سي معاذ السيناوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وقال سجلنا رسميا حتى توا منذ بداية الانتشار الوباء 6 وفيات و40 حالة مؤكدة. ومن ناحية أخرى أطلقت البعثة الدبلوماسية التونسية بقنصليتها قنصليتها الخمس نحو 100 مطلب إجلاء للتونسيين عالقين في إيطاليا اللي هما توانسة ولا يحبوا يروحوا من إيطاليا من غير المقيمين، وقرابة 50 مطلب من طلبة مقيمين توقف الدروس بسبب إجراءات الحجر الصحي المشدد. هذا وفق السفير سفيرنا في إيطاليا نذكركم بالسوغ، واللي دونك تتولى القنصلية توا تنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لبحث إمكانية إجلائهم من إيطاليا. الله يرحمهم اللي توفاو، ربي يشفي اللي أصيبوا بالفيروس. دونك حق من حقوقه أي مواطن تونسي حقه يرجع لبلاده، أكيد حق من حقوقه. كان الناس اللي تحكي عليه جايين حط روحك عندك خوك طيب ولا هادي. عندك أختك ولا عندك شكون يقرب لك عايش البرة وتحب تشوف يعجبكش تويك ولا لغة يا أخي جايين يعملوا شنو جايين يعمل؟ جاي البلاد مروح لبلاده مروح لداره مروح لداره ولبلاده ومروح وباش يحترم الحجر الصحي، وفما مراكز الإيواء متاع الحجر الصحي ولات إلزامية اون بليوس صحيح يصح على ورقة دايور يصح على التزام من قبل ما يطلع في الطيارة صحيح بتصير اللي هو باش يلتزم بالحجر الصحي فيش كلام دونك لهنا. دونك هذا حق من حقوقهم وربي يروح بهم سالمين الكل، وان شاء الله ربي يرحم بطبيعه اللي توفاو. انا بجرسو مدوم ما نحبش نقول فرحان خاطر بريتو عندنا ضحايا، 6 ضحايا نتاسف عليهم، 6 ضحايا برشا معناتها بالنسبه لينا كتوانسه 6 يجعون كما يجعنا واحد كما يجعنا 100 كما 6 معناتها اي روح تونسيه راهي عزيزه علينا. الله يرحمهم من عوام 6 اللي توفاو، ان شاء الله ربي يشفي ال 40 المصابين. لكن بحجم الكارثه اللي صارت في ايطاليا نجم نقولوا اللي الحمد لله الجاليه التونسيه سلكتها، اللي الجاليه التونسيه معناتها في ايطاليا تتسمى فاتت مرحله الخطر، معناتها هذايا اللي حبيت نقوله ان شاء الله يكملوا هكا. ايطاليا نهارين الاخرين هذول سجلت نقصت شويه معناتها العدد الاصابات تحت شويه، وان شاء الله ربي لاباس بالنسبه للجاليه التونسيه اللي في ايطاليا كيما فرنسا باش نحكيوا على نحكيوا على خرق الحجر ربي تو نفرشوا بشرطا في الوطنيه يعجبوا بشرطا في بعض الاحياء كانوا كاتبين والله منيهلا يا بنت المشكله المنيهلا الوليد يكوروا في الحومه بعدين يكوروا لبرا سبعه غير باع حجر مش حجر حاضر جوالين حاضر حجر الزوز وزوز مع بعضهم معناها والناس قاعدين برا اغزر فما جي 10 ولا 11 واحد قاعدين يكور ولا عجبني ستاتيو قال لك ميسي رونالدو شادين ديارهم وما يكوروا معناه البرا السبعه غير باع شو يعمل توا انا كنت نحكي على ايطاليا نزيدك جوست كلمه صغيره على جاليتنا في فرنسا كيف زاد معناتها نتمنوا لهم السلامه غدوه يتفاعل عدد غدوه اي غدوه خميس غدوه في الليل باش يكون ثم خطاب اخر ماكرون من المتوقع حسب الاخبار معناتها اللي في فرنسا متوقع انه خاصه منطقيه خاطر نهارين الاخرانيين صارت كوارث في فرنسا ماتوا بالالاف معناتها في فرنسا والاف الاصابات من المتوقع انه باش يقع التمديد في الحجر الصحي مره اخرى في فرنسا مع تجديد الاجراءات الثالثه من المتوقع جدا انه غدوه يقع التمديد فيه في فرنسا وحسب الاخبار فرنسا باش يتواصل حتى ال 15 جوان هكا معناها التصريحات الاعلاميه في فرنسا اللي موجوده الغديك نجم يكون خاطر فرنسا ما تنتشر فيها
المرض بصفه كبيره وصلت بلاصه ايطاليا تقريبا وجوستمون امريكا تحت المرتبه الاولى نتاع الوفيات سورتو زاد الوفيات المرتبه الاولى ايطاليا مازال في العالم امريكا امريكا في العالم على مستوى العالم امريكا امريكا وصل عنده ايامات دونك امريكا امريكا والوفيات لا لا الوفيات امريكا دونك شوف شو قلكم نجموا نخلطوا للحاله اللي كنا نحكوا عليها وان شاء الله ما نخلطوهاش كان نكملوا نشوفوا المشاهد هذوما المشاهد اللي توجع القلب الحقيقه كي تشوفوا صغيراتنا يكوروا في الحومه صغيراتنا ذوكم كبيراتنا يكوروا في الحومه اي هم صغيراتنا معناتها انا ما نلومش عليهم وينهم لي باغون وينهم لي باغون 10 سنين و11 سنين وينهم صور ولدي يجيني يقول لي خارجه نكور انا تو التصوير اللي شفته كان هو واحد ظهر لي عمره 20 التصوير اللي شفتها فما زوز معناها فما 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 عباد كبار يا خويا معاهم صغار الكبار وين باش توعي صحيح انت وين وين العائله لو الصغير نجم يفلت لك اي والكبير وين اي ذيك المصيبه اي معناتها لهنا كنت تحكي انت على نعرفش انا الحضبه اللي شفناها تسعه ولا ثمانيه صغار هم كان نقولوا معدل اعمار بين 11 و 14 سنه اي معناتها هذوما شوف عائلتهم وين واسكو عائلتهم محترمين ولا لا كان الصغير معناتها كيفاش الكبير العائله ما نافش يعني سيد الرئيس ما عادش يسكن في المنيله لا ما عادش خاطر في المنيه لا راهو اللي صاير آه. حاجه حتى دخل معناها حتى كان نقولوا مازال يسكن في المنيه باش تكون تعزيزات امنيه كبيره في المنيه لا معناها معناها هما يكوروا هذا ايش حبيت نقصه لا لا فما عادش هو ما انتقل معناها كمل الفكره راه كان احنا نحكيو على السيناريو الايطالي والفرنسي وحتى الامريكي نجموا نطيحوا عليه كان نكملوا بالتخلف والجهل هذا لطف علينا وان شاء الله ربي يسترنا اما كان اليوم نشوف صغار تكور 11 صغير وما اكثر برشا ما فهمتش ياخذ الوقت وفما حاضر جوالين وعائله تخلي ولادها يخرج في الوقت هذايا على انا حضاره تحكي وعلى انا وعي تحكي وما فهمتش انا بالحق كان جات ما فماش كورونا راهم في ديارهم هذوك اي 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 انت فريمون هكاك ما هو تحلى الحكايات المحرم يحلى معناها حاجه نحرموها عليك ما تعملهاش لا نعمل هو بتوع ما فهمتش مش كورك ضربتين مين مين الاولياء وينهم الاولياء كان لا يقدر يمرض واحد من صغار هذوك يجي يوصفونا شعورهم معناتها ولطف عليهم ان شاء الله ربي يحميهم راهي حاجه توجع القلب راهو فما اليوم كميه نتاع لا وعي نعيشوا فيها مش لا وعي مثلا احنا نعيشوا فيه كل يوم راهو لا وعي في تونس مش جديد علينا اونتخ بارونتيز وخاطر حتى في ليميسيون تركيلة العاديه كنا نحكيوا على حركات اللاوعي اللي تصير لكن كي نجي نقول لك راهو موت هوني لازمك تقعد هوني انت تمشي للموت هذا تخطينا درجه اللاوعي وصلنا للجهل وصلنا للمبالاه وصلنا للتخلف سامحوني الا من رحم ربي مش الكل بياسو نحكي عن والله سمعت طبيب الصباح حتى الصغيرات راه فما الاولياء لازمهم يعرف حتى الصغار لازمهم يلبسوا لي بافيت راه بيان سور خاطر فما اكثر الناس تعدي هي الصغار خاطر من نجم يكون دي بورتور سان جينيرالمون صحيح معناها يلزم معناها توا الاولياء بخلاف ما يخلوش ولادهم يخرجوا في يلعبوا لبرا وفي الحضب هذيك ثاني حاجه زاد يلزمهم يكونوا واعيين انه الصغيرات زاد يلزمهم يلبسوا لي بافيت خاطر ساعات تشوف ولي يبدا ماشي في الشارع معاه ولده هو لابس بافيت وولده مكركر فيه من يديه هكاك تاعكم ركبوا في الموتور سامحني معناتها معاه ما بيناتهمش حتى 20 سنتي تقول لي بلاش بافيت هو لا بافيت لا ولده بافيت وراكبين في الموتور ماشي نشريو باكو مقرونه معناتها تحكي لي على الوعي وتحكي لي ها وجماعه اخرين تكاور ان شاء الله يربحوا بي والله شيئين انتق والله هذوما عمي كاورو هاي بالحق حومة أخرى ذي صغار هذوما اللي كنت نحكي عليهم أنا وستة سبعة وثمانية سنين البول الأمرأة بتاعوا يعملوا في كستي والكوين ويكاور البر والله المنيلة خرج منها ميسي سور ما خرج ميسي أمين سور ميسي ما خرج من المنيلة مسقط رأسه مش المنيلة خد منيلة كل تكاور والله العظيم ما فهمتش غريبة رونالدو لتو ما خرج من ربي يهدي ربي يهدي ودعوة الأولياء يشدهم يشدوا صغارهم يشدوا ديارهم حتى هم زاد هاي سيدي يزينا من الاخبار في الساعه هذه الساعه الثالثه اكيد عندنا اخبار اخرى تشرح اكثر من الاخبار هذه والله العظيم سامحوني ساعات ملي قلت بيب ما شفت خير انا يلا خلينا نمشي نعمل ارتاحه صغيره وراجعين في ساعتنا الثالثه والاخرى في تركيله